الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن نجيب عن بعض الأسئلة اللي قدموها الإخوة في هذه الحلقة المباركة، أعلق على مؤتمر أقيم هذه الأيام في سلسلة حرب أهل البدع وأهل الضلال للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم الناس يا أخوانا يتابعوا ما يدور في بلادنا من حرب ضد منهج أهل السنة والجماعة بقيادة المتصوفة. أعلنوا الحرب ضد هذه الحلقات العلمية وضد ما يقوم به الدعاة الإخوان المخلصون في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. الحرب الآن أنتم مشاهديننا، والناس بتعاني مما يحاك ومن المؤامرات التي تدار لإيقاف مثل هذه البرامج الطيبة التي انتفع منها آلاف الناس داخل وخارج البلاد. على أي حال، نفس هذا المخطط بنفس النظام ده عقدوا مؤتمر في الشيشان، ويوم بتين ذاته الشيشان جاب الدين. أنا ما أعرف ذاته نطط لنا هسه دي الشيشان قال كويس. مؤتمر عقد في الشيشان اجتمع فيه متصوفة من العالم، إخوان مسلمون من العالم تجمعوا لتقرير مسائل سموا إنه المؤتمر ده مؤتمر أهل السنة، قالوا هم أهل السنة. طيب، المؤتمر قائم على إنه أهل السنة هم الأشعرية والماترودية، ده الفرقتين قدام فرق ضالة تكلم عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى، تكلم عنهم العلماء. والأشعرية أنت لو دارت تفهمها، لو دارت تفهم الأشعرية، هم كثير من الصوفية اللي عندنا هنا ديل ينكروا الصفات، وعندهم عقائد باطلة في القرآن وعقائد باطلة في مسائل كثيرة جدا ما نود الآن التفصيل فيها. لكن ديل الأشاعرة يا هم أصل بغلطون هنا ديل اللي بيجوا لك لا الله ما استوى على العرش، الاستواء على العرش يقول لك الاستواء لا 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 بد يؤول. نأول تأول شنو أنت؟ وربنا قال للرحمن والعرش استوى، انت يعني اعلم من الله؟ انت افصح من الله؟ هل انت اعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سال الجاريه قال لا ان الله قالت في السماء، قال لي صاحبه اعتقها فانها مؤمنه. هل انت يا صوفي يا اشعري هل انت اعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عشان جالس تطلع لنا فرقة وأشاعرة. وأبو الحسن العمل المذهب المذهب الأشعري ذاته اللي جابه ابن كلاب وتبنى هذا المذهب، أبو الحسن الأشعري ذاته خلاه. أنت ماسك فيه مالك؟ أنت عامل فيه أشعري ماسك فيه مالك؟ أبو الحسن خلاه أشعري. هذا مسمينا على منو؟ يقول لك أبو الحسن الأشعري. أيوة، أبو الحسن الأشعري مات على العقيدة دي ولا خلاه؟ أتحداك أمشي أقرأ كتاب الإبانة عن أصول الديانة لأبو الحسن الأشعري، قرر توبته من هذا المذهب، كتب عديل. وأنا على مذهب الأئمة وأقول في النفي وأقول في الإثبات إلى آخره، مذهب أحمد بن حنبل ومن من مات على السنة العقيدة الصحيحة. أبو الحسن خلاه جاي تعمل لي مؤتمر في الشيشان؟ مؤتمر قال على السنة والجماعة هم الأشاعرة اثنين الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي ضال برضو. فهمت كلامي؟ بعد ذاك أتخيل معي قالوا والوهابية ليسوا من أهل السنة والجماعة. طبعا الوهابية ده لقب خليت بالك بيطلقوه على السلفيين من تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعاة المنهج السلفي، بيطلقوا عليهم اللقب بتاع الوهابية. قالوا الوهابية ما من أهل السنة والجماعة، ودي مقرراتهم وقاعدين صوفية مسوين عماماتهم كده وقاعدين. قال شوف أول حاجة الساحة الدعوية وكتب التاريخ لا تعترف بمسمى الوهابية. أتحداك أنت الآن جيب لي فرقة من الفرق، أقرأ التاريخ المعاصر من ولادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 1115
من الوقت ذاك اقرا هل في فرقه تسمت بالوهابيه وقالوا نحن الوهابيه تعالوا علينا جاي وهابيه؟ ما في. ده لقب اطلقوه عشان ينفروا الناس من دعوه الامام محمد بن عبد الوهاب. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى علق تعليق جميل، قال نحن لا نسمي دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بوهابية، ما بننسبها له، قال لأنه ما أتى بجديد. هل جاب حاجة جديدة في الدين؟ يا صوفي أنت بتغالط مع عبد الوهاب وعملنا جوطة، ما لك معه أنت؟ مشكلتك شنو مع عبد الوهاب؟ جاب شنو جديد في الدين؟ يقول لك قال ما تنادوا الفوز، إذا سألت فاسأل الله، طيب دي قال عبد الوهاب ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي قال نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، إذا سألت فاسأل الله، يعني ما تقول تقول اوه يطحسونا ويا الكباشي، فهمت؟ دي ما تقولها، دي مش اللي قاله محمد عبد الوهاب، دي ما جابها من عنده، دي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، قرآن والسنة، دي دعوة محمد عبد الوهاب. عشان كده شيخ الفوزان قال الدعوة لا تسمى باسم صاحبها إلا إذا خالف النبي. شوف الدعوة ما بسموها باسم سيدة، يقول لك دي دعوة فلان إلا لو كان مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده في التاريخ ما بتلقى عند أهل السنة ما في حاجة اسمها دعوة ابن تيمية أو التيميين، ما في كلام زي ده. ما في دعوة الحنبليين، ما في. فهمت كلامي؟ ما في دعوة بتاعت وهابية، ده كلام ما في. ليه؟ لأنه أحمد بن حنبل وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب جاءوا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده ما في حاجة، ما في دعوة نسبت لهم. أما لو كان واحد جاب له طريقة من عنده تسميها باسمه، زي ما بقول لك الجهمية، الجهم بن صفوان، لأنه دي ما حقة النبي، تسميها بالجهمية ده ما عواليك سميهم باسمهم. فهمت كلامي؟ باسم الزول جابه. أي فكر منحرف يسمى باسم صاحبه إلا ما كان على منهج أهل السنة، ما بنسمى باسم زول. لذلك أهل السنة والجماعة ليسوا بأتباع أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ما بيتبعوا لشخص معين، إنما يتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم مع الاقتداء بأئمة الهدى في الفهم والعلم، يعني الإمام مالك، الإمام الشافعي، ابن تيمية، أحمد بن حنبل، هؤلاء أئمة يقتدى بهم في تعلم العلم ومعرفة المسائل الشرعية. فهمت؟ فمؤتمر بتاع الشيشان ده عبارة عن حرب، حرب على أهل السنة والجماعة وزيادة للفرقة. ونفس المؤتمر ده بعد شوية بيجي بسوي لك هنا، بس ده أصلنا نفس الشيء، حاجة يطبقوا لك هنا ويقول لك الوهابية والجماعات الوهابية مرقوم برا. تمرقنا نمشي وين؟ احنا قاعدين معاك هنا ده، يعني حنمشي وين بالضبط؟ هتودينا وين؟ والله اللي تجيب قلاب ترفعنا تمرق كبنا برا، تودينا نجمينا، تودينا اي محل تكبنا برا، لكن احنا قاعدين هنا لو وقفنا من حلقة السوق بنمشي الجامع. الجامع ممنوع؟ ما ممنوع، بنمشي الجامع. طردتنا من الجامع بنمشي نشتغل مع الاولاد في المدارس. اها حتيجي تقول لي ما انا عندي بطاقة بتاعت معلم، عندي بطاقة هذي شغال معلم هنا، ده تقول لي ما تشتغل يعني؟ بشتغل. ولدك بيجيك في البيت بيقول لك إذا سألت فاسأل الله يا بابا. برضه الشغل أنا بتلقاه فيه. طردتنا من ده كله، قعدتنا في البيوت، الواحد ربطته بحبل زي الكوز بتاع السبيل، ربطتنا جوا البيت وطولت علينا، عشان الواحد ما يمرق من البيت، برضه في كاميرا قاعدة، أعلق الكاميرا بيه حبل فكرعي، وبقول لك إذا سألت فاسأل الله ما تسأل البرعي. السنة يا إخواننا لا تحارب بمثل هذا، وخذ في بالك. وأنا كلامي للصوفية اللي بيمشوا بيرفعوا فينا قهل، بيرفعوا فينا طلب للحكومة عشان توقف شغلنا. الحكومة ما عندها مشكلة معانا، انت عارف المعلومة دي، ما عندها معانا احنا اي مشكلة، لكن انت يا صوفي هتندم على اللي سويته ده كله وما نجحت في حاجة. بفضل الله هذه الحلقة شغالة، ما في شنو، شغالة الحلقات ومحلات ثانية وبنسافر بنمشي الولايات وكله، والدعوة بفضل الله سبحانه وتعالى ماشية. انت استفدت شنو يا صوفي؟ هل انت بتقدر تحارب منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتحداك والله ما تقدر، والذي لا اله غيره ما تقدر تحاربه. في ناس في الارض دي قبل اليوم تجبروا واستكبروا اكثر من ده لكن ما نجحوا. فرعون قال اليس لي ملك مصر، انت ما سمعت بفرعون؟ فرعون ده ما زول مشى بيشكي لحاكم، لا، فرعون ده قال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي،
شوف شوف التكبر ده كيف. ربنا قال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. مع هذا كله قال ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. مع الكلام ده كله وذول حاكم عنده قوة فهمته ربنا سبحانه وتعالى أهلكوا في دقائق في دقائق. ربنا قال فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. انتهى الموضوع في دقائق. بس ما قدرت تحارب ربك، ربك ما بتحاربه. الدعوة دي ما حقتنا، تقال الدعوة دي حقتنا نحنا، نحنا أشخاص ضعيفين جدا. لو كان حقتنا أكان راح الزمان مع أمواج الباطل ومع الحرب الضروس ومع الفتن التي تتقد كل يوم. والله كل ما نصبح صباح كل ما نصبح صباح نلقى فتنة جديدة في الدعوة. الدعوة دي لو كانت موكولة على أعناقنا نحن وعلى أكتافنا كان راح الزمان، زمان كان ضاعت. لكن الدعوة دي يديرها حكيم خبير من لدن رب جبار متكبر عظيم. ربنا من فوق بنظم الأمور دي كلها، وما في أحد يعلو على الله تبارك وتعالى. كل ما انتهى على كعبك تذكر أن الله تبارك وتعالى أعلى منك، ربنا أعلى منك. عشان كده ربنا تكلم عن مسألة بسيطة وذكر فيها الإنسان. لو الزول بيتذكر مرتك في البيت، المرة في البيت، ربنا سبحانه وتعالى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. شوف ربنا جعل الأمر للراجل، عظوهن، أنت بتعظه. واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ربنا أداك حق إنك تدق المرأة، هي ضعيفة بعد، ربنا أداك حق إنك تدقها. لكن شوف آخر الآية ذكرك بشنو قال، واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. اعمل حسابك معنا، أوعى أنت تظلم مرتك. إن الله كان عليا كبيرا. يا صوفي مهما أنت بقيت متسلط وتحسب إنه ممكن تحرش الحكومة علينا، أنت ما بتكسب حاجة. عارف المعلومة دي؟ لأنه في واحد شغال في الإعلام الأيام دي عامل فيها التلفزيون ده والسودان ده حق أمه، تقول حقه؟ قال له ولادات ديل قال والوهابية بنطردهم قال بنهاية السنة دي. يا زول السودان ده حقك، البلد دي حقتك. يا أخي أنا مواطن سوداني، أنا عندي جنسية، هذه عندي جنسية سودانية، عندي جواز سوداني، أنا ما تطردني على كيفك؟ حقتك أنت؟ يا زول يا زول ربنا قال إن الله كان عليا كبيرا. الله العلي والله الكبير والله سبحانه وتعالى. عشان تثق أنت الموحد، عشان تثق بالله عز وجل، أعلم إنه ربنا ما ممكن ينصر الشرك ويخذل التوحيد. قد تخزل أنت، أنت شخصيا قد تخزل لمعصية لذنب لابتلاء، ممكن أنت تخزل، لكن لا يمكن لا يمكن ينتصر الشرك على التوحيد، أبدا ما بيحصل. ربنا سبحانه وتعالى قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم إلى آخر الآيات. كويس. ابن تيمية لما جاءت الحرب بينه وبين التتار، وده الكلام اللي بيجيبوا الصوفية الليلة وما فاهمينه، ابن تيمية لما أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك ونصر الله عز وجل بالتوحيد وبالسنة، جاءوا الأمراء والملوك قال لهم المرة دي حننتصر، حننتصر المرة دي. قالوا كيف؟ قول إن شاء الله. قال تحقيقا لا تعليقا. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية قال وابن تيمية كان يتأول آيات مثل قوله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله بينصرك، الله بينصرك. أنت ثق بالله عز وجل واعرف تماما إن كل محاولات أهل البدع لمحاربة السنة
إنما هي غثاء كغثاء السيل. كلهم أنا شفتهم مسا فاتح الفيديو لقيت ناس صوفية قاعدين بيسووا في رسالهم كده محكحكين، واحد حالق لحيته فهمت، ومركب له طاقية حمراء وعمة بيضاء بجنبها فهمت يا زول. ديل كلهم والله الذي لا إله غيره، لو لم فيهم واحد بس من شباب التوحيد واحد خش عليهم جوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، بالحديث ده والله ممكن يفرتق القاعة دي كلها، لأنه قاعة مركبة من صوفية، ده بيعبد له في شيخ، وداك بيعبد له في قبة، وده بصف له في تراب، وداك عقيدته زي وشه، عقائد تعبانة ما بينتصروا. ربنا سبحانه وتعالى قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ربنا يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فرعون لما تكبر قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. موسى عليه السلام قال لقومه، قال لهم: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. مع إنهم كانوا قلة قال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. كانوا خائفين منهم مع إنهم قلة، ربنا نصرهم، ربنا نصرهم، شفت كيف؟ عشان كده مؤتمر شيشان مؤتمر يعملوا وين؟ ده كله ما بحله، ما بحلك يا صوفي، شوف اللي بحلك حاجة واحدة واحدة بس، تعال انزل معانا الساحة دي، ونحن بنقول لك إذا سألت فاسأل الله، أنت بتقول إذا سألت أسأل الشيخ، قدم دليل، وين دليلك؟ سألت أسأل الشيخ، يعني بدل أقول يا الله، أقول يا البرعي، كويس، جيب دليلك. ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ما عندك حجة، عشان كده لما لقوا حجتهم باطلة، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الإمام المجد المجدد العلم شيخ الإسلام، وإن رغم أنفك يا صوفي، الإمام محمد عبد الوهاب في كتابه مسائل الجاهلية قال، يعني من أشياء الجاهلية، قال: إنهم إذا غلبتهم الحجة فزعوا إلى السلطان. الصوفي أول ما تعصروا بحديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، ويلقى الشغلانة دي ما ماشية معاهم يجيب لك شبهة يقول لك: النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انفلت الدابة أحدكم وأن يقول يا عباد الله احبسوا. أول ما تقول هذا حديث ضعيف، رواه منو؟ رواه فلان، فيه منو؟ فيه معروف ابن حسان، الذهبي قال ضعيف، انتهى الموضوع. بتلفت الصوفي جاب له حديث ثاني، انتهى. آية مالي قال يتلفت كده يقول لك: لابد نكلم الحكومة توقف ديل. ليه؟ ليه؟ ما لنا سوينا شنو؟ أنت تعال بس أقنعني إنه القرآن ده ما صحيح وما بتقدر. أقنعني إنه أنا فهمته غلط وما بتقدر. أقنعني إنه السنة الحديث اللي أنا بستدل به ده ضعيف. يا أخي أنا داري يوم صوفي يجينا يقول لنا حديث ابن عباس ضعيف، تقدر؟ العجرك ما بيقدر. بلاش استهبال وكلام فارغ. عشان كده أنا أبشر كل من يدافع ويناصر دعوة التوحيد وكل الموحدين في أصقاع الأرض جميعا وفي كل مكان، إنه دعوة الله سبحانه وتعالى غالبة ما مغلوبة، دعوة الله دائما غالبة دائما، بس الامتحان لنا نحن نصبر ونشتغل ونحتسب الأجر عند الله. ممكن يعذبونا، ممكن يحصل لنا من الضيق ما يحصل، لكن النصر لعباد الله المؤمنين. ما مشرك بينتصر يا ناس، مشرك بينتصر ما في، فهمت؟ وده الغساء كغساء السيل بفضل الله سبحانه وتعالى. هسه اخواننا الناس اللي بيشتغلوا في الحلقات وفي الدعوه دي مجموعه بسيطه بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن منجزين البلد دي كلها. اي محله صوف يرفع راسه بوخ ورا ذا البيي بيقطعوا له اضانه برا طوالي، مش بيقطعوا له بمقص ولا سكين، بالكتاب والسنه، عشان ما ترفع بالكتاب والسنه تعرف الحقيقه. والناس لما عرفت الحاصل الان الصوفيه ضاقوا زرعا، ونحن نتوقع مؤتمرات زي دي، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى
كل ما تقوم مؤامرة كل ما ربنا يفتح زيادة. دي عقيدتنا. زمان عملوا للنبي عليه الصلاة والسلام عملوا مؤتمر، المؤتمر كان إبليس قاعد فيه، إبليس ذاته شغلنا بتاعت الوسوسة ذاته وقفها، جاء داخل لف عمته وخش جوا المؤتمر. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. اتلموا كلهم كفار دار الندوة، ده كان من أعظم المجالس الشركية والضلالية، مؤتمر عظيم عملوه. واحد قال نقترح انه يطردوه من البلد ينفوه بعيد، ابليس قاعد قال لهم لا لا لا، لو طردتوه بمش بيقعد مع ناس ثانيين هناك وبيشحنوا بالدعوه بتاعته دي وبيجوا بحاربوكم وبيطأوا رقابكم. لا قال لهم ده ما راي، قالوا نقفلوا نقفلوا في الحديد، قال لهم لا، ابليس قاعد جوا، قال لهم لا، قفلتوا، قال لهم دعوته دي بتمرق بتحت بتمرق. عشان كده اتخيل معي زمان يوتيوب ما في، ابليس قال لهم بتمرق، ما في يوتيوب ما في واتساب برضه قال لهم بتمرق. هسه كيف لو بقى في يوتيوب بتمرق ولا بتمرق؟ في واتساب بلز عليك بتحت في البيت، بلز عليك بيحضرها في كوريا الجنوبيه، فهمت؟ بعد اخر راي جابوا ابو لهب ابو جهل الوسخ ذاك، قال لهم ما راي انه تجيبوا 40 شاب وتمشوا تقتلوه، وربنا مرقوا من دي برضه، كلها ربنا مرقوا منها، واخرجوه من مكه مشى المدينه وأسس دعوة من أعظم الدعوات، بل هي أعظم دعوة مرت على وجه الأرض جميعا. أسس دولة، دولة المدينة، فتح مشارق الأرض وفتح مغاربها. لما جاء في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفتوحات وصلت إلى آخر الدنيا، إلى آخر الدنيا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة المباركة. مؤتمرات بتشتغل خد بالك، لكن الدعوة بتمشي زيادة. عشان كده ربنا قال ويمكرون، ها خد بالك للآية دي، قال ويمكرون، والنتيجة شنو؟ قال والبحصن بعد ذلك، قال ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية للمؤمنين، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله بنجيك والله بنصرك، ونحن والله واثقين تماما يا صوفي، واثقين تماما إنه ربنا حيأدبك على يد الموحدين، لكن نحن ولا غيرنا الله أعلم، لكن بتتنجم طال الزمن أم قصر تتنجم أكثر من كده. لسه أنت ما شفت حاجة، اتكسر حامد بتاعك، اتكسر حميده بتاع الحمامات هنا، لما نتجرس قال يقول لك حميده شيخ الحمامات، قال اتقوا الله في حمامات عندها شيخ، اي شيخ يتدخل، شيخ حمامات شيخ كمونيه يتنجم في المحل ده هنا، حامد يتنجم موضوع انتهى، فضلينا لزيرك ده ونحن ساكنه ان شاء الله بنكيو ساكنك يا لزيرك، اول ما نلم فيك بندق اخر مسمار في نعش الصوفيه باذن الله تبارك وتعالى، انتهى الموضوع. أهل السنة والجماعة يتكلموا بحجة من الكتاب والسنة، أما أي صوفي شغل بتاع دروشة ساي ما بيحل ولا بينجح معاه أبدا. ما في زمن يا إخواننا الأسئلة، كان في أسئلة عن الأضحية وأحكامها، لكن ما في وقت، إن شاء الله مرة جاية نجيب عنها. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.